اجتمعته سيدة السلطانية بوجهة الكريمة قبل أكثر من سنة في أمسية مباركة كهذه الأمسية في هذا البيت المبارك والمقدس. واليوم أجتمع معكم ثانية ونعيد الذكرى ونستعين ونحتفل بالذكرى الخامسة في ظهور البيت المقدس في صورة العذراء السلطانية في هذا البيت المبارك. هذه المناسبة أيها المؤمنون تعيد إلى خاطري أمور كثيرة وذكريات مقدسة مباركة. كل هذه الظهورات وهذه الآيات التي حدثت خلال السنوات الخمس إن دلت على شيء فإنما تدل على ما يجب أن يندفع به وإليه ومن منطلقه المؤمنون المسيحيون لأجل توحيد كلمتهم، توحيد إيمانهم في مسيحهم، توحيد كنيستهم التي لم يبنى كنيسة كنائس إلا كنيسة واحدة، فالمسيح سفك دما واحدا على صليب واحد وبنى به كنيسة واحدة، وقال احترزوا لأنفسكم وللرعية التي أقامكم الروح عليها رعاة. رعية واحدة ليست رعيات كثيرة، ولذلك فكهذه الظهورات تعيد وتجدد الإيمان والعزم والشجاعة في القلوب والأرواح المؤمنة لكي تهب من رقدتها، من ثباتها العميق، من جهلها، من غفوتها، من تخاذلها، من كسلها، من إهمالها، من عدم شعورها، لكي تعرف هل هي مسيحية ولأي مسيح تنتمي ولأي مسيح تؤمن، لكي تعرف هل هي مسيحية أم لا. أيها المؤمنون، هذه خمس سنوات أنتم تصلون في هذا البيت المقدس، ومن منطلق ومفهوم ومجمع الأحاسيس والمشاعر التي توحيها إلينا هذه الصلوات التي نرفعها في كل أمسية، وكل معانيها تدل على السلام والمحبة والوحدة والإخاء والالتفاف حول صورة العذراء مريم، حول إعجوبتها في هذا البيت وأعاجيبها في كل مكان، حول ابنها الذي جاء لكي يجمع القلوب والأفكار والأرواح الشاردة التائهة إلى حضيرة واحدة. ولكن بيت الخطيب أين نحن من هذه الصلوات؟ نصلي بحرارة ونرتل ونرنم ونتأمل بهذه العجوبة التي حدثت في هذا البيت المقدس والتي أخذت طابع سيدة الصوفانية، نصلي لها ونلتمسها ونطلب شفاعتها. ولكن تسمحون لي أن أقول وأنا أحدكم، إنما نصلي بالكلمات ونرتب الكلمات ونترنم بالكلمات، والرب يسوع لا يرضى بذلك، إنه لم يقل لنا أريد أن أسمعكم بثرواتكم مطولة ولا بتراتيلكم ولا بقداديسكم، بل قال كلمة واحدة: إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة باسم أنا أكون ميتا. المهم أن نستمع باسم المسيح، وإذا اجتمعنا باسم المسيح هي الصلاة، هي الكنيسة،
هي الإيمان، هي العبادة التامة الحقيقية التي يريدها المسيح المسلم. رجل قد قطع طرق كما تعلمون طول حياته، لم يعمل صالحا ولم يعمل خيرا. إنها لحظة واحدة من لحظات عمره، لا بل هي اللحظة الأخيرة من حياته على الطريق. ذاك هو نصف اليمين. عندما تأمل بالمطلوب وتأمل بإهانة رفيقه ذلك المطلوب الآخر نصف اليسار، يمتهن ويهين المعلم والسيد المطلوب معه، اعترضه وانتبذه وانتقده وقال ربما نحن قد اجرمنا وحكم علينا بالصمت بخطيئه اختلفناها، اما هذا فلماذا جيء به؟ هذه الكلمه كانت كافيه دواء نافعا لذلك القلب الذي كان مغلقا على المسيح طوال حياته ولم يعرف من هو المسيح الا في تلك اللحظات الرهيبه التي تفصل بين الموت والحياه. فهو كان يتطلع من علياء صليبه، من علياء مشرقته ذلك النصف، وقد تجسمت امامه الحياه فراها وتامل رهبتها وتامل قيمه الحياة الحقيقية التي كان يجب عليه أن يحياها في ظل المسيح، ولكنه لم يحياها إلا في تلك اللحظات. فقال له يا رب استرني إذا جئت في ملكوتك. هذا كان الفرق، وهذه أمنية المطلوب من الصالبين، وكان جواب المطلوب وليس جواب الصالبين. قال له اليوم تكون معي في الجنة. هذه هي الصلاة، هذه العبادة، هذا هو المسيح، وهذا ما يطلبه منا المسيح أيها المؤمنون وليس أكثر. فإذا ما صلينا إذا كما قال لتلاميذه أما أنتم فإذا صليتم فقولوا أبانا الذي في السماوات. إذا صليتم أي إذا أردتم أن تصلوا من كل قلوبكم، من كل ضمائركم، بمحبتكم، بروحيتكم، بكل مشاعركم، إذا أحببتم أن تصلوا، إذا فكرتم أن الصلاة ضرورية لكم، فقولوا أبانا الذي في السماوات. أيها المؤمنون، يقبل الله صلواتكم دائما. وإنني سعيد ومسرور أن أرى العائلة المباركة، السيد يقول نزول وزوجته المباركة ميرنا بخير وعافية بعد أكثر من سنة، وأنتم تصلون معهم وبينهم في هذا البيت المبارك بعد 5 سنوات بظهور الحادثة والآية المقدسة. أن توحدوا، أن تأتوا دائما وتواصلوا الاستماعات وتواصلوا الصلوات والأدعية إلى العظماء لكي بدورها تشفع وتسأل ابنها الحبيب يسوع لكي يوحد قلوبنا وأفكارنا جميعا، يوحد أفكارنا ونوايانا جميعا، لأنه إذا وحد هذه القلوب والأفكار جعل منها كنيسة واحدة، لأن الكنيسة ليست بالبنيان بل أنتم حياة الله وروح الله حاج فيكم، حياتي كل منه هو كنيسة لأنه يقضي حيث الروح القدس. فإذا لتنطهر هذه الحياة ولنجعلها مقدسة مهيئة لكي يحضر الرب يسوع فيها، وتكون مقدسة مطهرة بمواهب بخوت الروح القدس، لكي يعمل فينا الروح في هذه الأيام التي نحن بحاجة ماسة إلى التوحيد، إلى الوحدة الروحية في الإيمان، إلى الوحدة الروحية في المحبة المسيحية. فإن التراتيل نعم
تظهر وتخرج من قلوبنا ومن أفواهنا وشفاهنا، ولكن علينا أن نخرجها بإيمان حقيقي راسخ لكي ترتبط مباشرة من أفواهنا للسماء، فتستجد قوة السماء لكي تخلق من الكنيسة التي ابتلاها أو أسسها الرب يسوع قبل 20 قرن أن يؤسسها واحدة الآن كما وحدها في عزية اليوم قبل 20 قرن من السنين، أي قبل 2000 من السنين. ليس لنا أيها المؤمنون وفي هذه المناسبة إلا كما قلت أن نصلي وأن نتضرع وأن نستشفع في السيدة العذراء سيدة الصوفانية بحق بيتها المقدس الذي ظهر قبل 5 سنوات، وبحق هذا العلم الذي احتفلتم به قبل أسبوع للذكرى الحادثة لظهورها، أن يستجيب لجميعنا ويوحد أفكارنا وقلوبنا ويأخذ بيدنا لكي نحقق ما يطلبه منا وما يريده لكي يروا أعمالكم الصالحة ويمجدوا محباتنا في السماء ونعمته فيكم.